اكتشفوا إصابة 21 حالة به قادمين من الخارج لأمريكا وينتقل بلدغات البعوض. ما هو فيروس أوروبوش؟ المرض الذي يسببه هذا الفيروس اسمه حمى الكسلان، اكتشف أول مرة في ترينيداد وتوباغو عام 1955، وهو متوطن في حوض الأمازون، ووجده العلماء في البرازيل بحيوان الكسلان بعد 5 سنوات من ذلك. لكن المرض هذا لا ينتشر عبر حيوان الكسلان، باعتباره فيروساً ناشئاً ينتشر من خلال حشرات صغيرة تعض اسمها البراغيش، وعن طريق بعض البعوض. تتشابه أعراضه مع أعراض أمراض أخرى تنتشر عن طريق الحشرات مثل حمى الضنك وفيروس زيكا، كالحمى والقشعريرة والغثيان والإسهال والقيء والصداع والطفح الجلدي وآلام العضلات والمفاصل. كما أن ذلك المرض الذي لا يوجد له لقاح لم يتسبب في موت أي مريض أمريكي حتى الآن.